في الفيديو ده هعرفك على تريكات صايعه هتسهل استخدامك لتطبيق الفيسبوك، وبعض التريكات اللي هتحسن من شكل البروفايل عندك في الفيسبوك، واخر حاجه وهي اهم حاجه في الفيديو هي ازاي تشغل تطبيق من غير واي فاي، هو بس بيانات الداتا بس من غير ما يكون عندك رصيد على الخط بتاعك. وهسيب لكم التريكه دي في اخر الفيديو، بس ما تحاولش تغير الفيديو علشان كل التريكات الموجوده في الفيديو ديت هتفيدك جدا. فيلا نخش في الشرح من غير ما اطول عليكم، بس قبل ما اخش في الشرح ما تنساش تدعمني باللايك وتشير في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نخش في الشرح. طيب السلام عليكم ورحمه الله، معاكم مصطفى حافظ، اهلا بيكم وفيديو جديد. وفكره فيديو النهارده هعرفكم على خدع وتريكات صايعه جدا هتسهل استخدامك لتطبيق فيسبوك. من غير كلام كتير يلا نخش بالشرح على طول. اول حاجه هنخش على الفيس الشخصي بتاعي، وبالمناسبه دي صفحه الشخصيه بتاعتي، وان انا سايب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف، وممكن تخش تكلمني عادي عن طريق الماسنجر وهرد عليك في اقرب وقت لو واجهتك اي مشكله. اول خدعه معانا وزي ما انتم شايفين كده خدع المتابعين. الخدعه ديت في ناس كتيره تعرفها بس الناس اللي ما تعرفهاش هعلمها لكم بسرعه. خدع المتابعين الفيك. طبعا المتابعين دول مش ناس حقيقيه، لا دي رقم انا اللي بكتبه. فاول حاجه عشان نطبق الطريقه ديت هنخش على تعديل للصفحه العامه، بعد كده هنخش على خانه الروابط وندوس على تعديل، بعد كده هنضغط على اضافه رابط تواصل اجتماعي، هنختار اي منصه مثلا هنختار دي، ونكتب على اسم المستخدم فيها مثلا يتابعه مثلا مليون شخص. شخصا ظهرت معانا قدامنا اهي، وهندوس حفظ. ظهرت عندنا اهي يتابعه مليون شخص. هي المفروض ما تكتبش كده، المفروض تكتب 1.2 مليون بالعربي يعني، بس انت ممكن تكتبها اي حاجه يعني. انا عرفتك الطريقه والفكره، انت ممكن تطبقها على صفحتك وهتدي شكل روش يعني للصفحه الشخصيه بتاعتك. ويلا ننتقل على تاني تريكه. لو انت عايز تعمل مشاركه لرابط فيديو على اليوتيوب، بس انت الرابط دوت عايز تحطه في ستوري على الفيس، هتعمله ازاي؟ هندوس على مشاركه للفيديو اللي احنا عايزين نعمله، اللي احنا عايزين نشارك الرابط بتاعه يعني، هندوس عليه مشاركه نسخ الرابط. طيب هندوس على خانة بما تفكر دي وهننسخ الرابط، بعد كده هندوس على السهم ده هيحمل لنا الفيديو بالطريقة دي، بعد كده هنمسح الرابط اللي احنا عملناه، وهندوس هنخلي الخصوصية انا فقط، بعد كده هندوس على تم ونشر. هيبقى معانا الفيديو بالطريقة دي زي ما انتم شايفين كده، هندوس على مشاركة ومشاركة في قصة، بعد كده الفيديو هيظهر معانا بالطريقة دي. احنا ممكن نخليه كده ونضيف عليه صورة زي دي مثلا، هنكبرها كده، ومثلا هندوس نكتب مثلا تاب علشان يضغط على الستوري زي ما انتم شايفين كده. هنستنى الستوري يتحمل الاول، بعد ما اتحملت هندوس على الستوري، ندوس على تاب، هيقول لنا عرض موقع الويب، هيعرض لنا الفيديو اللي احنا عملناه له نسخ. طيب هنيجي على التريكه الثانيه، وهي ان انت لو دوست على اي رابط لليوتيوب هيدخلك على الموقع الويب ده، والموقع دوت موقع مش حلو بيخفي لك الصوت، وعايزين نخليه ينقل لنا على موقع اليوتيوب على طول. في طريقتين، اول طريقه ان انت تدوس على الثلاث نقط دي وهتدوس فتح في المتصفح، هتضغط على فتح في المتصفح هينقلك على طول على اليوتيوب على طول. وفي طريقه ثانيه وهي اسهل هنعملها في اعدادات الفيسبوك. اول حاجه هندوس على الاعدادات، بعد كده هندوس على الوسائط، بعد كده هنيجي على فتح الروابط الخارجيه ونعمل لها علامه صح، ولو رجعنا كده للستوري تاني ودوسنا على تاب عرض الموقع الويب هينقل لنا على اليوتيوب على طول، ودي برضو ميزه هتفيدك جدا اثناء استخدامك للفيسبوك. ثالث حاجه معانا، لو انت حاسس ان في حد تاني بيستخدم الحساب بتاعك وعايز تعرف، اول حاجه هنخش على الاعدادات كلمه السر والامان، وهتخش على المكان اللي سجلت الدخول منه، هتدوس على عرض الكل، هيعرفك كل الاجهزه اللي انت سجلت منها الدخول، وممكن تدوس تسجيل الخروج من كل الجلسات، يعني انت ممكن تشوف اي نشاط غريب هنا وممكن تسجل الخروج منه ويتغير بعد كده كلمه السر. رابع حاجه معانا في صوره الغلاف بتاعه الصفحه بتاعتك، ممكن تخليها متحركه. طبعا هي الحركه دي مش مشهوره قوي فحبيت اشاركها في الفيديو ده. وهو هندوس على تأثير تحديد تأثير فني،
هيدينا المناظر الطبيعيه اللي انت ممكن تحركها زي المنظر ده كده، ممكن تحركه زي ما انت شايف كده، وهتدوس على التالي، وطبعا هتخفي تحديث في اخر الاخبار دي مش عايزينها، وتدوس على حفظ. نعمل ريفرش كده، بقيت معانا بالمنظر ده كده. انت بقى شاب روش جامد تحت. طيب خامس حاجه معانا، لو انت عايز تعرف انت قعدت قد ايه او كام ساعه قعدتها على تطبيق الفيسبوك ده، اول حاجه هنخش على الاعدادات، بعد كده هنخش على وقتك على الفيسبوك، بعد كده هنخش على عرض وقتك، هيعرض لنا الوقت اللي انت قضيته بالساعه وبالدقيقه في الاسبوع، الوقت اللي انت بيقول لك المتوسط يعني بتقعد من ساعتين ثلاث ساعات مثلا في اليوم لمده اسبوع، وممكن تعمل له تحديث اسبوعي هنا يجي لك اشعار بان الوقت اللي انت قعدته كل اسبوع، وممكن تعمل هنا تنبيه لعدد ساعات معين، مثلا انت عايز تقعد ساعة مثلا او ساعتين على الفيسبوك بس، بيظهر لك رسالة بعد الساعتين ان انت عديت الساعتين فلو سمحت اقفل الفيسبوك. فدي ميزة لطيفة جدا هتساعدك ان انت تنظم وقتك، وحبيت اشاركها معاكم. خامس حاجة معانا هي ميزة هتفعلها في اعدادات الفيسبوك، هتساعدك ان انت توفر في النت لو انت من مستخدمين شركة وي، اللي النت بتاعها تقريبا بيخلص في اول 10 ايام في الشهر، في الميزة دي هتوفر معاك جدا في النت. فهنروح على الاعدادات، بعد كده هنروح على الوسائط، بعد كده هنروح على الخيار ده وهنفعله، خيار توفير البيانات، وتاني حاجة هنروح على عدم تشغيل المقاطع تلقائيا. هي الميزة دي هتخلي الفيديو بتاعك، هيتخلي لما يظهر فيديو وانت تتصفح الفيسبوك ما يفتحش لوحده، والميزة دي هتتوفر معاك جدا في النت، وهتساعدك ان انت تقضي وقت اقل يعني على الفيسبوك. سابع حاجة معانا هتبقى في نفس الخانة ديت، وهي اللي انت لو عايز ترفع الصور بتاعتك بجودة عالية، الخانة دي هتلاقيها عندك مش متفعلة بتاعت تحميل الصور بجودة عالية، فهتفعلها عشان تنزل معاك الصور بجودة عالية. تعمل حاجة معانا لو انت من الناس اللي زي، لو انت عملت لايك او كومنت على بوست فهيجي على شكل اشعار لاصدقائك اللي مثلا الشخص ده عمل كومنت لكذا، فانت لو عايز تقفل الميزة دي ومضايقاك انت مش عايز تعرف حد ان انت عملت لايك على البوست ده، فهنخش على الاعدادات، بعد كده هنخش على تفضيلات الاعلانات دي، بعد كده اعدادات الاعلانات، بعد كده التفاعلات الاجتماعيه، بعد كده هننزل تحت وهتكون متفعله على الاصدقاء، هنفعلها على انا فقط كده، مش هيظهر لان الاصدقاء اللي انت مثلا علقت على كومنت كذا او اي حاجه. الميزه التاسعه معانا هي ان انت لو انت ناشط على الفيسبوك، على تطبيق الفيسبوك بتظهر دايره خضراء كده جنب صورتك، وكل اللي معاك على الفيسبوك بيعرف انت ناشط في الوقت دوت ولا لا، فانت لو عايز تلغي الميزه ديت ومش عايز تعرف حد اللي انت فاتح فيسبوك دلوقتي، فهعرفك ازاي تلغيها. اول حاجه هنخش على الاعدادات، بعد كده هتخش على حاله النشاط، وهي تبقى متفعله عندك فانت هتلغيها بالطريقه ديت زي ما انا لغيها كده، علشان انا برضو مش بحب الحركه دي، او كده مش حد عندك هيعرف انت فاتح الفيسبوك امتى او اخر ظهور ليك امتى. طيب لو جيت في مره وانت بتسجل دخولك للفيسبوك نسيت البريد الالكتروني هتعمل ايه؟ فالحل بسيط جدا، هتخش على الاعدادات وهتخش على المعلومات الشخصيه وهتخش على معلومات الاتصال، هيظهر لك هنا رابط في كود في النص مقاوم من 15 رقم، الكود ده انت المفروض تنسخه عندك دلوقتي وتعينه في مكان سري في التليفون، علشان انت لو اتعرضت للموقف ده ونسيت البريد الالكتروني ممكن تكتب الرقم ده مكان البريد الالكتروني وتكتب كلمة السر وتسجل دخولك عادي، وهيفتح معاك الفيسبوك بطريقة عادية خالص. طيب التركية اللي بعد كده، وهي لو انت عايز تجيب صفحة الشخص انت بس مش معاك غير رقمه وعايز تجيب صفحته على الفيسبوك، اول حاجة هتعمل كده باستخدام تطبيق اسمه ايكون، هسيب لك رابط التطبيق مباشر في صندوق الوصف. طبعا بعد ما تسطب التطبيق وتدي له البرميشن والاذونات بتاعه التطبيق علشان يفتح، هنفتح التطبيق بالطريقه دي. بالمناسبه التطبيق دوت عامل زي تطبيق الترو كولر اللي بيديك اسم المستخدم لو انت مش مسجله، فهنيجي على الخانه ديت اللي هو اكتب الاسم او الرقم، وهنكتب مثلا الرقم بتاعي اللي انا رابطه بصفحه الفيسبوك، اللي هو ده، هنضغط على الصوره بالطريقه دي هيدينا عده خيارات، هنضغط على صفحه الفيسبوك هينقل لنا على طول على تطبيق الفيسبوك وهيجيب لنا الصفحه بتاعه الرقم ذات نفسه. طبعا الميزه دي حلوه جدا وهتفيدك في حاجات كتيره جدا. بعد كده هنيجي لاخر خطوه وهي تشغيل الفيسبوك من غير نت. اول حاجه دي هنعملها بطريقتين، اول طريقه هنيجي على الاعدادات والخصوصيه، بعد كده هنخش على بحث عن شبكه الواي فاي،
دي ميزة موجودة من زمان في التطبيق ذات نفسه، بيجيب لك شبكات الواي فاي القريبة منك عن طريق جوجل ماب، فتقدر تفتح الشبكة دي تعمل ريفريش. طبعا لازم تشغل الموقع وتعمل ريفريش، هيجيب لك الشبكات الواي فاي القريبة منك تقدر تفتحها ويكون عندك شبكة واي فاي تتصل بيها وتشغل التطبيق عادي. تاني ميزة معانا وهي افضل بكتير، ثغرة بسيطة بس هشرحها في فيديو تاني، لو الفيديو دوت جاب تفاعل هشرحها في فيديو منفصل، وهي بصراحة ميزة جميلة جدا وهتفيدك كتير قوي لو انت قاعد برا البيت ومش معاك نت او داتا، فالميزة ديت هتفيدك جدا وهتخليك تفتح التطبيق الفيسبوك من غير ما ينقص من رصيدك اي حاجة. وبس كده، لو شايف ان الفيديو ده مفيد ليك ولو عجبك الفيديو وعجبك محتوايا ما تنساش تدعمني باللايك وتشتري في القناة وتفعل زر الجرس علشان استمر بتنزيل الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله.